أهلا بكم إلى جولة لأبرز ما جاء في الصحافة المحلية والعربية من القدس دوت كوم. البداية من صحيفة القدس. القسام: الضيف نجا من الاغتيال ولا مفاوضات قادمة إلا تحت ضربات المقاومة. 26 شهيدا وعشرات الجرحى منذ تجدد العدوان وصواريخ المقاومة متواصلة. أمر عسكري إسرائيلي بإبعاد النائب خالد جرار إلى أريحة. الأحمد: إسرائيل مسؤولة عن فشل الاتفاق ووفدنا في طريقه إلى رام الله. الهيئة الإسلامية تؤكد على حق المسلمين الحصري بالمسجد الأقصى وتحذر من محاولات تهويده وتقسيمه. أما الحياة الجديدة فكتبت: الاحتلال يستأنف مجازر الأطفال في غزة. الجامعة العربية: إسرائيل تتحمل مسؤولية انهيار مفاوضات التهدئة. جرار ترفض تنفيذ قرار الاحتلال إبعادها إلى أريحة. هيرتسوغ: نتنياهو منشغل بعلاقاته المهتزة مع وزرائه. محكمة مصرية تسجن أردنيا 10 سنوات للتجسس لصالح إسرائيل. تصاعد وتيرة التحريض على فلسطيني الداخل بسبب تعاطفهم مع غزة. في الذكرى 45 لإحراقه، المسجد الأقصى مستهدف والحرائق متلاحقة. ونطالع من صحيفة الأيام: استشهاد 23 مواطنا وإصابة 140 آخرين في سلسلة غارات طالت أهدافا مدنية. نجاة محمد الضيف من محاولة اغتيال إسرائيلية أدت لاستشهاد زوجته وطفله و3 مواطنين آخرين. نتنياهو أراد اغتيال الضيف فقتل مفاوضات وقف إطلاق النار. حماس: إطلاق صاروخين على بئر غاز إسرائيلية في المتوسط. تصاعد وتيرة التحريض العنصري على العرب في إسرائيل على خلفية الحرب على قطاع غزة. نتحول إلى الصحافة العربية ونقرأ من الشرق الأوسط السعودية: الحوثيون يتخندقون حول صنعاء والجيش يستعد للمعركة. حرب مفتوحة في غزة ومسؤول: 10 كلمات عرقلت الاتفاق. مرشد الإخوان جلس على مقعد الرئيس والشاطر صرخ في وجه مرسي. ننهي جولتنا من الحياة اللندنية نحو قرار دولي بقطع رأس داعش. فرنسا تدعو إلى مؤتمر دولي يحضره العرب وإيران لمحاربة التنظيم، وتلميح ألماني إلى دور قطري بدعمه. القسام تعلن دفن المبادرة المصرية. نجاة الضيف من محاولة اغتيال إسرائيلية وتحرك أوروبي في مجلس الأمن. ختام أقوال الصحف، نترككم الآن مع رسوم الكاريكاتيرية. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.